دينار 60,000 دينار بالشهر، هيك الأسعار قالوا لي، وطبعاً سعر غالي جداً. بالنسبة لخالد ولكثير من السوريين الهاربين من بلادهم دون مال، دفع إيجار المسكن هو أمر في غاية الصعوبة، ولكن حتى بالنسبة للميسورين منهم والذين يمتهنون التجارة وينتشرون في زنقة العرائس بالجزائر العاصمة، إيجار المحلات أيضاً بات يرتفع تدريجياً. هلا في أسعار هون المنطقة هون بالشهداء كتير غالية، يعني تروح تقريباً من 10 وفوق 10 ملايين وفوق بالشهر. ففي أيام بيمشي الحال، في أيام لا ما بيمشي الحال، بتضل الكره ما بنحسن نجيبه. إيجارات مرتفعة ليس على السوريين فقط، ولكن قد يكون الأمر بسببهم. فمنذ قدوم أكثر من 20,000 سوري إلى الجزائر منذ بداية الأزمة، ارتفع الطلب ومعه أسعار الإيجار في المدن الجزائرية الكبرى، خاصة في غياب جهاز يضبط الأسعار، يقول صاحب وكالة عقارية. سعر لشقة في الجزائر العاصمة راه يتراوح بين 30,000 دينار 35,000 دينار، وشقتين غرفتين راهم بين 45,000 دينار حتى 50,000 دينار. هذا غير معقول. مي كان كيما نقولوا وكاله خاصه ولا منظمه خاصه ولا موديليه خاصه لضبط الاسعار، يا ريت حنا ماذا بنا. ورغم ذلك فبالنسبه للعديد من السوريين باتت الجزائر التي لا يحتاجون تاشيره لدخولها ملجا اكثر امنا، خاصه وان الحكومه توفر مركزي ايواء للافراد والعائلات. وان اشتكى البعض من نقص الامكانيات المتوفره فيهما ولم يعد يتعدى قاضنوها 200. ففي بلد يعتبر متوسط دخل الفرد شهريا متواضعا، تبقى إيجارات الشقق مرتفعة، ليس بالنسبة للسوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم إلى هنا، بل كذلك بالنسبة للمواطنين الجزائريين. سارة بن عشوبة، العربية، الجزائر.